أسعد الله أوقاتكم أيها السادة والسيدات من حلقة جديدة على حلقتنا على المشاهد تيلي. في كثير من الأحيان أتهرب بصدق عن عرض الأخبار المزعجة والسيئة والصادمة، لكن في كثير من الأحيان لا مناص من ذلك. فقد عرض موقع أخبارنا مشكورا فيديو صادم عن حز لحوم خراف فاسدة بأشهر المطاعم للشواء بمدينة بوزنيقة بحضور السلطات المحلية ودهشة العديد من ساكنة بوزنيقة. ولكن ما تعليقنا؟ تعليقنا بالله عليكم ما هذه المناظر المقززة؟ ما هذا الجشع الذي أصاب المغاربة؟ وأكثر من هذا، ونحن نتحدث يوميا عن الأمراض الفتاكة التي يصاب بها المغاربة، ومن بينها من طبيعة الحال مرض السرطان. كلمة أخيرة في الموضوع: اتقوا الله في المغاربة وفي صحة المغاربة وفي تدمير ذوات المغاربة، يعني كفاكم فتكا بصحة المغاربة إناثا وذكورا. خبر، ننتقل إلى خبر جيد، وهو تقديم الكاتب المغربي كبير مصطفى عمي المقيم بفرنسا لروايته الجديدة ابن عائشة، وهي رواية حب تحكي عن لقاء جرى عام 1699 في عهد السلطان المولى إسماعيل بين قرصان مغربي هو ابن عائشة وإحدى بنات لويس الرابع عشر. رواية تاريخية بامتياز. يقول عنها الكاتب أنها تتحدث عن الحب، ويعني الحب كجوهر لهذه الرواية، وعن أمور أساسية كالاحترام واحترام الآخر واحترام الأديان وطرح إمكانية أن نعيش معا بذكاء. ما يلزمنا من طبيعة الحال هو ترسيخ قيم الحب وقيم الاحترام والتسامح، ليس فقط وسط العائلات، بل أيضا في المساجد وفي المدرسة وفي الشارع وفي الأماكن العمومية وفي الحافلات. هذا هو المطلوب. ننتقل كذلك يعني للخبر الثالث من مفاجآت المعرض الدولي للكتاب بالدار البيضاء، مصادرة كتاب صحيح البخاري للكاتب رشيد أبيلال أمام دهشة الكاتب ويعني واستغرابه. وقد قال الكاتب أن هذا الأمر مخجل ويسيء لسمعة المغرب. وسؤالنا: هل مصادرة الكتاب مصادرة الكتاب من المعرض هو الحل؟ الجواب بطبيعة الحال لا. عقلية المنع قد تم تجاوزها، عقلية المنع تم تجاوزها في زمن الانترنت. نحن مع نشر ثقافة الاختلاف وقيم التسامح، والدليل على هذا فهناك العديد والمئات من النسخ الإلكترونية لهذا الكتاب. من منع الكتاب في المعرض الدولي للكتاب منحه إشهارا جديدا ومبادرة إشهارية مجانية للكاتب من طبيعة الحال ولكتابه صحيح البخاري، دون أن يبذل الكاتب أي جهد وبلا ما يعطيها 4 دراهم. يعني فلنتجاوز عقلية المنع. الخبر الرابع في حلقتنا، وبمناسبة عيد الحب، طرحت الفنانة اللبنانية نوال زغبي أغنيتها الجديدة بعنوان القوية، وهي
من طبيعة الحال تتحدث عن واقع كل امرأة تجرح في حبها فتتألم دون أن تسقط. الأغنية بكاملها أداء جيد، لحن جيد، كلمات منتقاة بعناية. نجحت الفنانة نوال الزغبي في تحريك المشاعر بشكل جميل جدا وبشكل هادئ. الملاحظ والجميل في الأمر هذا هو ذكاء يعني نوال الزغبي في طرح هذه الأغنية بمناسبة عيد الحب. وهنا السوق يعني جملة للكاتب الياباني هاروكي موراكامي في روايته نهاية العالم سنة التي يعني كتبها سنة 1985. يقول الكاتب: بدون حب لا يمكن أن نجد هذا العالم، بدون حب لا يمكن أن نجد هذا العالم، بدون حب الحياة مثل الريح تمر من الجانب الآخر للنافذة. بلا حب راه الحياة مثل الريح تمر يعني من الجانب الآخر للنافذة، تمر محالية للنافذة. انتهى كلام الكاتب الياباني هاروكي موراكامي. لذا أشرعوا نوافذكم على مصراعيها على الحب، وبمزيد من الحب وبمزيد من الأمل بالحياة وفي الحياة. بهذه الطاقة الإيجابية نأتي على نهاية حلقتنا. كل الشكر على حسن تواصلكم وتعليقاتكم ومتابعتكم. كان معكم كالعادة عبد الله الساورة، وأسعد الله أوقاتكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.